أن يسجلون لأنهم في ملعبهم. تصويبه، الله، جول، ما أروعك، نعم ما أروعك يا إيراني. رغبة واضحة من البداية للإيرانيين على التسجيل، وصوبوا يا فيريرا، صوبها بمكان. لا 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 يا لعيب. مهدي ترابي حط كرة قوية أفرحت الأمة الإيرانية في ملعب. شوف 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 يا حبيبي، لا خطير، مستمر الآن والخطورة مستمرة، والهدف الثاني يأتي. بور لعلي، علي بور، علي علي بور يسجل الهدف الثاني لمصلحة الفريق الإيراني. الفريق الإيراني رغم الرغبة الكبيرة للزعيم إلا أنه يرد على الزعيم بهدف ثاني عن طريق علي علي بور. شوف معاي الكرة سقط على أرضية الملعب، فرحة كبيرة مستحقة للجماهير الإيرانية، والهدف الثاني الذي يسجل ويفرح من خلاله برانكو إيفانكوفيتش. شوف معاي، لا يا طارق، مر من طارق، سقط ونهض مرة أخرى وصوب.